بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في المحاضرة 11 في فقه المعاملات في أكاديمية إعداد الدعاة بأمريكا. نتكلم عن الهدية. ما هي الهدية في اللغة؟ ما يتحف بلطف واختيار لدى مودة طمعا في رد مثلها، يعني ما يعطيه الإنسان بلطف وتأدب وطمعا في أخذ هذه الهدية ورد مثله ورد مثله. في القرآن الكريم قال ربنا سبحانه وتعالى حاكيا عن بلقيس ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقال سليمان ردا عليها قال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. سميت هدية ليه؟ لأنها تقدم في رضا نفس، في خفة، ولأنها تهدي إلى البر والمحبة، وتدفع الأمر إلى التلطف والتعاون على البر والتقوى، كأنها في ذاتها هدي إلى طريق الخير، كأنها هدي إلى طريق الخير. فمن أهدى لأخيه شيئا فكأنه وضع له على طريق المحبة معلما يهديه إليه. في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. معناها في الشرع لا يخرج عن معناها في اللغة. فرق بينها وبين الهبة أن الهبة تكون من غير مقابل في الغالب، بخلاف الهدية فإنها تكون في مقابل عوض مادي أو معنوي. دائما الناس بتقدم هدايا وتنتظر هدايا مثلها، تأتي تقدم هدايا وتنتظر هدايا مثلها، لكن هناك فرق بينها وبين الرشوة سنذكرها. يعني حكمها من المستحبات، مستحب كل ما فيه دفع إلى أبواب الخير والمحبة بين الناس من الأمور المستحبة التي يعني يحث عليها الشرع الشريف، وربنا سبحانه وتعالى يريد الخير بين الناس، فهي مستحبة، وخاصة بين القربات بين الأقارب. وشرعت توثيقا لعرى الصداقة وروابط الأخوة بين الناس، نألف بين القلوب المتناثرة زي ما قال النبي: تهادوا تحابوا. وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطئ مرفوعا عن عطاء الخرساني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصافحوا يذهب الغل، المصافحة تذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، تشيل ما في القلوب. في الطبراني أيضا في الأوسط بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا، وأقيلوا الكرام عثراتهم، أقيلوا الكرام عثراتهم. بيستحب قبلها، من يهدى إليه يستحب أن يقبل الهدية، تطيب لنفس المهدي إذا علم أو غلب على ظنه خلوها من شائبة الرشوة والأغراض الدنيئة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الهدية وكفى عليها وأمر بقبولها ونهى عن ردها، لما فيه من التنفير والإحاش بيننا وبين الناس. البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت، لو عزموني إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يعني سواء أهدي إلي شيء عظيم أو شيء يعني أقل من ذلك يقبل صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد عن خالد بن عدي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف طمع ولا مسألة، لأن فيها ذل ومهانة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قبول الهدية ليس مقصور على المسلم، بل يجوز قبولها من الكافر كمان، تأليفا لقلبه إلى الإسلام أو إهدائه تأليفا لقلبه إلى الإسلام. فيما روى أحمد، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهدى كسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها. هذا يدل على أن الهدية يستحب أن نقبلها ما لم تكن حراما، ما لم تكن حراما. هناك فرق بينها
وبين الرشوة، فرق بينها وبين الرشوة.